تعتبر الانتخابات الأمريكية من الأحداث التي ينتظرها العالم بأسره، حيث تبرر أحداث العالم والشرق الأوسط الذي يشهد اضطراباً مستمراً على رأس أولويات ترامب أو بايدن حال فوز أحدهما. تساؤلات نشرها موقع الخليج أونلاين حول ما سيقوم به المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الذي قال إن إدارته حال فوزه بالانتخابات ستنهي دعم واشنطن للحرب في اليمن، وما قد يعني أن حدثاً بداية لإنهاء حرب استمرت لنحو 6 أعوام. ووفقاً للموقع فإن هذه الرغبة تعود لأسباب أهمها الضغوط والانتقادات القوية والمستمرة من منظمات حقوق الإنسان بسبب مقتل المدنيين بشكل متواصل في غارات تحالف السعودية والإمارات.